السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، والسبب لأن السؤال عم بيقول شرح معنى جهنم وقودها الناس والحجارة. بالتفسير اللي رح أذكره يسمو ويتسع بنا القرآن، مش من بعد النشأ بسبب تفسيراتنا السطحية الضحلة. بصراحة الكون متشكل من 7 مستويات. خلينا نعتبر المطلق، برغم انه الاله دوما منزه، بس المطلق هو بيشمل لحظة كن فيكون، يعني الالوهة لما خلقت ما يسمى هذا المطلق بالوعي الشامل، خلقت العقل الكلي، العقل الشامل، صار في مخلوق هو المبدع الأول، هو ملكة الإبداع من الخالق المبدع جل وعلا. العقل صار مبدع، ولكن نفس العقل سيخلق العوالم التي تلي. العوالم التي تلي بعد خلقة العقل الشامل ستكون 6 عوالم، مما يعني رح نلاقي تفسير دقيق لمن يفقه لي قالوا عن الإله إنه خلق الخلق ب6 أيام. من السخف إنه نفكر تفكير سطحي ظاهري زماني مكاني. السخف مبرر عند الأطفال، أما بتراتبية الخلق المطلق ثم العوالم. العوالم يعني وجود عدة أكوان، وجود عدة أكوان ممكن الآن ما نقدر نستوعبها تماما. خلينا نعتبر كل مجرة كون، وجود ما بدي أقول عناقيد مجرية وما بدي أقول أكبر من هيك، كل مجرة خلينا نعتبرها كون. خلق العوالم المجرات، هذا الخلق مباشر. بعد المجرات ندخل بما يسمى الشموس، عوالم الشموس، كل النجوم التي نرى شموس. لما ندخل بالشمس وكأنه دخلنا بمجموعتنا الشمسية، ندخل بعالم الكواكب، مجرات اللي مثابة العوالم، شموس كل النجوم، شمسنا أي الكواكب، بعدين تم خلق الأرض، مجموعة شمسية عدة كواكب، بعدين الأرض جزء من المجموعة الشمسية، وبعدين القمر. القمر والأرض آخر عوالم خلق الله من ناحية تسلسلية. من المؤسف أن يقول أننا نعيش في عالم يعتبر مزبلة العوالم. ليه؟ لأنه كل القدرات الكارمية وما تحويه النفوس سيلاقي تجسد فقط في العالم الأرضي. ما في مجال لتجسد رغباتك وحبل من مسد، أي الكارما اللي عليك، الماضي، دين السنين الماضي، إلا من خلال جسد مادي. فنحن كنفوس كنا في عالم شامل واسع مع سعة شموليته اسمه عالم الوحدة، صرنا بعالم تعددي بذوات الانفصال، متعضيات، كائنات تأخذ جسد مادي. هذا الجسد المادي عبارة عن مادي عضوي. المادة العضوية هي مو موجودة غير على الأرض. هنا على الأرض ما بقصد ككرة أرضية هنا فقط، جنس الأرض أيضا بالعوالم الفسيحة، يعني هذه التراتبية أيضا في أرض بمجرات بعيدة تابعة لشمس معينة بكواكبها، بتلاقي نفس النظام والترتيب. هذا الاحتمال كثير كبير يكون موجود، ظاهرة طبيعية، ما بديكم أن هذا الاعتقاد، أما هذا بشكل طبيعي، يعني ظاهرة طبيعية أن تكون موجود.
أو لا نكون فاكرين حالنا نحن الوحيدين بخلق الله. لك ما بنمثل ذرة رمل على شاطئ محيط الإله العظيم. فبالتالي هذا العالم اسمه عالم قطبي ثانوي، العالم الأرضي اسمه عالم جهنمي، اسمه جزيرة الغضب، اسمه جهنم وقودها الناس والحجارة. الحجارة أي المادية. إذا منطلع حوالينا ما منشوف غير حجارة بأشكال متعددة، أكان ذرة رمل، غبرة، إذا بتكبر شوي بتصير حبة رمل، تكبر شوي اسمها حصوي، تكبر شوي اسمها حجر، تكبر شوي اسمها صخرة، وهكذا. فالصخرة بتكبر بتصير جبل، بتكثر الجبال بتصير أرض. نحن عالمنا عالم حجارة مادي يعني، وصار في كائن متعضي اللي هو هذا الإنسان. طبعا في كائنات أخرى لسر دقيق موجود، الحيوانات سر دقيق. ما بعرف كان يتاح لي فرصة بزمن بعد ممكن ينحكى عن بعض هذا السر الدقيق. فلما نقول جهنم وقودها الناس والحجارة، طبعا هذا العالم سببه وجودنا نحن، نحن اللي عم نخلقه لنفسنا من خلال نظرتنا الخارجية، عم نستمر بسلسلة التقمصات. ليه تقولوا لي الآن تناسخ أرواح وتقمص وكفر؟ نظريات فيزيائية عادية، ما قالها القرآن، لا قالها النص. يعني سواء اعتقدت أو ما تعتقدوا بالتقمص سيان، ما هو القانون شغال. اعتقدتوا بالشمس أم لا تعتقدوا؟ ماشي، عم تشرق الشمس، ظاهرة طبيعية. إيه لولا تكرار خلقة الناس هون ما في كان عالم، ما كان في عالم أصلا. تكرار وجودنا وتقمصاتنا في هذا العالم هو الوقود لجهنم. نحن اللي عم نولدها، نحن اللي عم نولد هذا العالم. لما نبطل نحن نولد والدينا، نحن عم نخلق عند والدين، نحن نولدهما. نحن كبرنامج عم نخلق عند والدين بسبب أقدار باللاوعي. ويلا الخلاص، خلاص من هاي السلسلة المتعاقبة من التقمصات، من هذا السجن. يا جماعة أنتوا بجهنم ومو حاسين. عسى مفكرين جهنم بالمستقبل، جهنم المستقبل مثل ما أنتوا الآن. أما مشكور كل صاحب نفس مطمئن راضي من العاملين عليه، حتى لو كان ما بيعتقد بكل هالكلام اللي بيحكيه، لأنه هذا الاطمئنان هو الروحاني عم يخترق حاجز الزمان والمكان. وإن كان معتقداته العقلية بتكون سطحية، وإن كان بيعتقد الأرض مسطحة يا أخي، إن كان بيعتقد بالتقمص ولا عمرين ما يعتقد، ما في مشكلة، المهم يكون مطمئن. أما السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هو فعلا مطمئن أمام هذه الاكتشافات المذهلة بالعلم؟ هل فعلا بعده مطمئن؟ اطمئنان المؤمن الحق، هل هو فعلا عايش جنة الرضا؟ إذا عايشة خلص نام عليك، أنت رح تتغير عليك بعد فترة، بتجرب عليك عقيدة أخرى، مذهب آخر، مكان آخر. لا تفكر حالك من الناجين، رح تتعرض لاختبارات، ولا تزال تلك الامتحانات جارية فيما بينكم حتى يميز لكم الخبيث من الطيب. يعني ما رح نخلص، ما رح نخلص إلا لما نخلص، والإخلاص بيكون بقبول الإرادة الإلهية ضمن الزمان والمكان الموضوعين فيه، إضافة للرضا عن الأحداث الجسام اللي ممكن تحدث معنا أثناء سيرورتنا بالحياة. فجهنم إذن وقودها الناس والحجارة هي هذا العالم اللي عايشينه، وهي النظرة الخارجية اللي عايشينها، وهي هي جهنم بالنسبة للعارفين. أما اللي مو عارفين، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، نار الذين حجبوا عن عين اليقين. لكن القرآن الكريم قد هو عظيم ومقدس لما بينفهم بلغة متكاملة شاملة. اللي شغل نصف الأيمن من الدماغ أهلا به من أصحاب اليمين، وصار في عنده التناغم بين نصفي الكرتين المخيتين وعرف الحقيقة، هذا عرف الحقيقة. فكل شيء بيحدث بساحته الحياتية مهما كان الامتحان صعب، عم بيكون في عنده
رضا وقبول، وبالتالي رح يتخرج من هذا العالم، رح يبطل بجهنم يعني. أما اللي نعتقد جهنم للكفار بالآخرة وهو من أصحاب الجنة بالمستقبل، يا حبيبي أنت بجهنم ومحاسس، خلص حالك يا غالي، أنت خلص حالك، رح يتغير عليك الحال والزمان والمكان والاسم والرسم، ونلتقي نلتقي. الله كبير، الله أكبر بكثير مما أن نتصور، الله أكبر، منزع عن أن نقول عنه أنه أكبر من شيء أو نقارنه بشيء، موضوع أكبر من هيك بكثير. بتمنى أن تكون وصلت الرسالة. سلام للجميع.